أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف آخر يتعلق بما أعلنه الرئيس الأمريكي من على منصة الأمم المتحدة عن البدء بمشاورات لتشكيل تحالف تنسيق بين مجموعة دول في الشرق الأوسط، يتحدث عن دول الخليج الستة زائد الأردن زائد مصر زائد الولايات المتحدة الأمريكية. ثم جرى على ما يبدو اجتماع تنسيقي بحضور وزير الخارجية الأمريكي وبحضور وزراء خارجية هذه الدول. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن، مساء الخير. مساء الخير لك سيد العزيز وللمشاهدين الكرام. يعني الحديث عن تحالف مع حلفاء، أي الأشكال اللي نتحدث عن مستوى هذا التحالف؟ يعني حدثنا، يعني كيف فهمت ما قاله ترامب؟ أي نوع من أنواع الحلف التنسيق، خاصة أنه الجميع من يتحدث عنهم أصلا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هو حقيقة هنا لا نتحدث عن شيء جديد سوى بعثة ما هو وضع قائم، وبالتالي يمكن رفع مستويات التنسيق بهذا الجانب. أنت تعلم أخي العزيز أن الدول المعنية، دول الخليج، الأردن، مصر، هي حلفاء وشركاء استراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية والغرب. عند الحديث عن أنه هذول شركاء استراتيجيين لا يعني أن يكون هنالك تطابق في المواقف، لكن في السياقات الاستراتيجية في الكثير من القضايا في هنالك تفاهمات، في هنالك تعاون أمني، في تعاون عسكري بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بين دول الخليج ومصر والأردن. يعني عند الحديث عن مصر، عند الحديث عن الأردن، الأردن شريك استراتيجي لدول الخليج منذ عقود وبهذا الجانب بهذا الأمر. الآن الحديث عن مؤسسة هذا التعاون حقيقة ليس بالجديد. أنت تذكر أنه كان في هنالك اقتراحات عربية من أجل إنشاء قوات مشتركة عربية في عام 2015 في مؤتمر قمة الشيخ. المصريين اقترحوا تأسيس فيلق عربي مشترك. الإخوان في الخليج في الخليج في السعودية في الأصل عندهم ما يسمى في تحالف عسكري ضمن إيش يسموه قوات درع الجزيرة بهذا الجانب. الآن في أمر آخر، كثير من هذه الدول اللي نتحدث عنها يداخل في شراكة استراتيجية مع أمريكا مع الغرب حتى في سياق مؤسسي. الآن في خذ مثلا الناتو اللي هو التحالف الغربي، هذه الدول مصر الأردن وكثير من دول الخليج داخلة في شراكة استراتيجية مع الناتو ضمن ما يسمى في مبادرات استراتيجية زي إيش بيسموه اللي هو مبادرة الحوار المتوسطي. طيب. اللي الأردن منذ 1995 هو فيها، أضف إلى مصر الخليج فيما بعد. الآن قبل شهور ترامب تحدث عن هذا التحالف. أضف إلى ذلك ترامب، منذ قدوم ترامب يتحدث بسياق متوازي باتجاه إيران وخطر إيران. هذه الدول بالذات دول الخليج تعتبر مكافحة إيران هي أحد أولوياتها، لأن المكافحة هذه تتطلب جهود دولية، تتطلب خطط ومؤسسة هذا التعاون. وأيضا ترامب عندما تحدث عن استراتيجيته في العام الماضي، عندما أيضا ما ألغى انسحب من الاتفاق عند الحديث عن استراتيجية إيران، قال سوف نعمل مع شركائنا في المنطقة. فلذلك الآن يعني هذه كلها أفكار بحاجة إلى تفصيلات. لأن مسألة أن هذا التحالف قابل للتنفيذ، قابل للفاعلية، يقع على مدى الانسجام والتوافق اللي بده يحصل بين هذه وهذا يقودني لسؤال عن موضوع التحالف. يعني واضح جدا أن ترامب الملف الساخن في المنطقة أكثر من الإرهاب حتى هي موضوع إيران. يعني هل تعتقد أن دول الخليج الستة الأردن مصر يمكن أن تنسجم فيما بينها في قصة الموقف من إيران، خاصة أن الخليج منقسم بين صقور وحمائم؟ هناك فرق بين موقف قطر، عمان، الكويت من جهة، وموقف السعودية، الإمارات، البحرين من إيران. هناك الأردن يعني مدعي أن يدخل في تحالف يستهدف إيران تحديدا بعد أن أصبحوا على قريبين من حدودنا. يعني حدثني عن الموضوع الرئيسي إيران، ثم هذا التحالف كيف يمكن أن يذهب باتجاه هذا الهدف تحديدا. هلا في السياق العام في هنالك توافقات بين هذه الدول باتجاه الإيران. الكل مجمع على ضرورة أن تكف إيران على التوسع في المنطقة. الكل مجمع على أن لابد من إيران يتم احتوائها بهذا الجانب. لكن زي ما تفضلت المواقف مختلفة بهذا الجانب بهذا الأمر. ولذلك مسألة إطلاق فكرة التحالف بحاجة إلى حوار.
يعني مش بس تعدد المواقف باتجاه إيران، هنالك الحالة الخلافية الخليجية ما بين قطر وما بين والخليج الأخرى التي يجب أن يتم تجاوزها في هذا الأمر. لذلك باعتقادي يمكن يعلن عنه، وفي الآن حديث عن أنه في شهر 20 الثاني أو في شهر 11 سوف يكون هنالك قمة أمريكية خليجية تجمع أيضا الأردن، وبالتالي يتم لأنه بعديها الأطراف تبدأ في مباحثات حول التفصيلات. وأنت تعرف أخي عمر أنا دائما المشكلة في التفصيلات، سواء كانت التفصيلات السياسية الفنية العسكرية في كل هذا الأمر. لذلك الشهور القادمة سوف تحكم أن هذه الفكرة، هذا الطرح سوف ينجح. أضف إلى ذلك أن تتحدث عن فكرة جاءت وطرحت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الآن ترامب يعني الآن يمكن اتجاهات السياسة الأمريكية سوف تحدد بعد انتخابات الفصلية بعد سنتين، هل سوف يتم انتخاب ترامب أو تيجي إدارة ثانية موقفها مختلف من هذا الطرح، وبالتالي يتم نسيان هذا التحالف في هذا الأمر. لكن مسألة التحالف ليس بالجديد، يعني خلينا نحكي لك إياها وأرد لك كده، وفي هنالك بطريقة أو بأخرى في تحالف مؤسسي ما بين هذه الدول والغرب ضمن الناتو، في شراكات مع الناتو، والأردن واحد من الدول الداخل. أضف إلى ذلك في هنالك مجموعة تحالفات فيما يسمى التحالف الإسلامي، في التحالف ضد الإرهاب. لأن في موضوع إيران قد تكون هذه خطوة حقيقة لتنظيم الجهود، وبالتالي الضغط على إيران، وبالتالي قد نشهد إلى كثير من الوسائل الأخرى موضوع العقوبات قد تؤدي إلى نوع من التفاهمات أو إطلاق مفاوضات اللي تؤدي إلى نوع من الحوار ما بين هذه الدول وما بين إيران. باعتقادي أيضا كمان موضوع الإرهاب يمكن موضوع آخر مهم في هذا الحديث، لكن زي ما حكيت يعني أنا يعني لسه بده الأمر كثير بالجهد، وبنهاية المطاف باعتقادي ما اللي قاعدين الأطراف بيعملوا هو تأسيس نقطة بداية ينطلقوا منها. نعم، أين الأردن من هذا الموضوع؟ يمكن يستفيد يعني خاصة في الفترة الأخيرة إحنا والخليج قصة الأزمة الاقتصادية، يعني باعتقادي أن الأردن يعني يفكر مليا، لم يصدر حتى الآن عنه تصريحات، لكن حدثني عن الأردن وهذا التنسيق الجديد كيف يمكن أن يستفيد منه، أو ما ينبغي أن يكون حتى يستفيد منه؟ تعرف أنه يعني لحد الآن لم تكشف تفصيلات هذا التحالف وكل هذا الأمور، لكن أنا بتحدث على الصعيد الشخصي، أي جهد إقليمي يعزز المصالح العربية، أي جهد تعاوني قد يصب في مصلحة الأردن، لأنه في نهاية المطاف كمان بدك شغلة معينة. تعلم أن الأردن له ميزة نسبية، الأردن فعال من حيث الناحية الأمنية، الأردن له دور في المنطقة، هنالك أيضا بغض النظر عن يمكن ما ذكرته موضوع الأزمة الاقتصادية دول الخليج، لكن هنالك علاقة استراتيجية مع دول الخليج بهذا الجانب، فرضها الواقع الجيوسياسي، فرضتها التحديات. فلذلك قد تكون هذا التحالف يمكن تكون فرصة للأردن بأن يدخل بطريقة أعمق في طريقة التعاون مع دول الخليج ومع مصر وتنظيم هذه الجهود بهذا الجانب. لذلك أنا من وجهة نظري قد تكون فرصة، وبنهاية المطاف باعتقاد الأردن بالأساس إذا بيدخل شغلة بيدخل أمر معين بما يتلائم مع مصالحه. أنت تعلم هذه المصالح أوكي قد يكون مطلوب من الأردن أن يتنازل، بمعنى أن ينبي موقف هنا وموقف هناك، لكن في نهاية المطاف أيضا يجب أن تلبى المصالح الوطنية الأردنية بهذا الجانب بهذا الأمر. لذلك الموضوع مش موضوع يعني أسود وأبيض، لابد من حوار، وبالتالي أنا يعني بهذا الأمر. لكن أنا على الصعيد الشخصي يعني واحد من الأمور اللي دائما بتعزز موقف الأردن هو تحالفاته الإقليمية والدولية. صحيح، دوره في نهاية المطاف. نعم. بدي أشكرك شكر جزيل على وقتك، شكرا لك الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا دكتور حسن، يعني حاولنا أن نذهب باتجاه هذا التحالف. دكتور حسن يرى أنه يعني تحالف قديم ربما يحتاجون إلى مؤسسته، لا يختلف عن كثير من المحللين بالقول أنه له ارتباطات مباشرة بالخطاب الأمريكي تجاه إيران في هذا التوقيت، المخاوف الخليجية من إيران، ولكن التفصيلات غير مبهمة، ويرى أن الأردن لابد أن يبحث عن مصالحه الحيوية وكم يستفيد من هذا التحالف. يرى أن الأردن أي شيء يكبح إيران هو لمصلحة الأردن، أي شيء يعزز المصالح العربية في المنطقة هو لمصلحة الأردن. لكن إحنا بالأخير بدناش نلاقي حالنا ولا إيران بتتصالح مع أمريكا وبتقفز عنا زي ما صار بقصة الاتفاق النووي. ترى أوباما لما
تعمل اتفاق نووي الخليج طلعوا اوت، بدناش ترامب يعطيهم الاوت برضو يعني. بس هاي اللي قصدي انا، مشروعي المستقل انه انا اتحاور صح مع امريكا واكون حليف لامريكا، بس برضو ايران ليش ما تحاور معها؟ يعني انا مش فاهم ليش الخليج مصر على عدم فتح قنوات مع ايران حوار و و و و وتجسير هذه الفجوة. ايران موجودة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وموجودة في اماكن كثيرة، لماذا لا يجري حوار معها؟ لماذا نترك الحوار للامريكان؟ يعني ترامب بيقول هذا نظام غير شرعي وما نعرف شو وبتحاور معه. ولذلك روحاني واحد من الكلمات التي قالها في منصة الأمم المتحدة قال يقول عنا غير شرعيين وبده يكسر النظام ويسقط النظام ولا يريد النظام وبده يتحاور معنا. يعني هذا التناقض. أنا خايف أنهم يتحاوروا وإحنا نكون بس يعني الزفة. بس نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.